بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، هيكون فيها مداخلات مهمه وحلقه ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. هنبتدي حلقتنا النهارده بجوله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكان فيه النهارده زياره مهمه لفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، وايضا استكمال الانشاءات. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب ان في الدوره الحاليه دي لمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله هيكون لفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد النصيب الاكبر من الانشاءات. زي ما احنا شفنا ودايما بنشوف ان في طفره انشائيه كبيره في كل فروع النادي الاهلي، سواء في الجزيره، سواء في مدينه نصر، وايضا كمان هنشوف دلوقتي في الشيخ زايد، وايضا فرع التجمع الخامس. ده عنصر مهم جدا، البنيه التحتيه للنادي الاهلي، علشان دايما عضو النادي الاهلي يعني ينال افضل خدمه. زي ما احنا شايفين الحفر اللي قدامنا ده يعني هيكون حمام سباحه اخر في النادي الاهلي الشيخ زايد، هيخدم الاعضاء ومدارس السباحه في النادي الاهلي في الشيخ زايد، وتكلفه يعني تتجاوز ال 100 مليون. دايما النادي الاهلي ودايما اعضاء النادي الاهلي يعني الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي دايما يعني حريصين ان افضل خدمه تقدم ليهم. زي ما احنا شايفين فرع الشيخ زايد هو النصيب الاكبر في هذه الدوره. شفنا مجمع البنوك، شفنا مجمع الصالات اللي في خلف الكابتن محمود الخطيب، بنشوف ايضا على شمال الكابتن محمود الخطيب ده المسجد اللي هيتم انشاؤه ايضا، وفي مرحله التشطيبات النهائيه فرع الشيخ زايد، حاجه تليق بالنادي الاهلي وباعضاء النادي الاهلي في كل فروعه واعضاء الشيخ زايد. كان من قبل كده المسجد ده يعني معمول من الخشب، فتم انشاء وتشييد مسجد جديد. دلوقتي ايضا بنشوف كان منذ فتره تم العمل في اسوار النادي الاهلي وانشاء بوابه على الطراز الجديد، زي ما شفنا في مدينه نصر وشفنا في النادي الاهلي الجزيره، ايضا في النادي الاهلي في الشيخ زايد تاريخ مبادئ تطوير. وبنشوف مجمع ملاعب من النجيل الصناعي كان موجود قبل كده. الملاعب النجيل الصناعي كانت موجوده في قلب النادي وكان فيها الاكاديميات وما كانش فيه خصوصيه لعضو النادي. دلوقتي تم ملاعب او انشاء ملاعب جديده في النادي الاهلي في الشيخ زايد ببوابه جديده بباركنج جديد، علشان تخدم الاعضاء وتخدم غير الاعضاء المشتركين في اكاديميه النادي الاهلي. وتم تخصيص الملاعب داخل النادي الاهلي للاعضاء، تقسيمها مره اخرى وللاعضاء اللي واقفين فيه دلوقتي. سيد اللواء مدير النادي الاهلي فرع الشيخ زايد المهندس سامح كابتن محمود الخطيب، ده المسجد. كابتن محمود الخطيب حريص دايما انه يتفقد كل المنشات، كان حريص انه يكون متواجد دايما في التجمع الخامس، ايضا في الانشاءات اللي تمت في مدينه نصر في الجزيره وايضا تم فيها انشاءات كبيره، ايضا حريص انه يكون متواجد. ودايما كل البرنامج اللي وعد بيه الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، هنا بقول الكابتن محمود الخطيب دايما ومجلس ادارته، إن النادي الأهلي عمل مؤسسي، عمل بيعتمد على الجماعية، لكن كابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس الإدارة، فدايما حريص بالمتابعة بنفسه، ما بيعتمدش على الكلام أو التليفونات أو التقارير، لازم يروح بنفسه، لازم يروح يشوف العمل بنفسه. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي موجودة في العالم كله، يحسب للنادي الأهلي وإدارته ان بيتم انشاء ويتم الاستمرار في العمل في المنشآت في النادي الاهلي. حاجه عظيمه، مسجد يليق زي ما بقول لحضراتكم، مسجد يليق باعضاء النادي الاهلي. شايفين ده هنا من الداخل، وزي ما بنقول يعني هو دلوقتي في مرحله التشطيبات النهائيه، يعني بعد شهور قليله ان شاء الله، بعد شهور قليله يعني هتلاقوا ان شاء الله الافتتاح، وهيكون هنا على قناه النادي الاهلي كل المنشآت الجديدة، سواء المسجد اللي احنا بنشوفه لحضراتكم. شفنا من قبل المسجد في التجمع الخامس، حاجة يعني على طراز عالمي زي ما بيقولوا. هنا الاهتمام بالرخام، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام بالتشطيبات، الاهتمام بالديكورات، والمهندس سامح يعني حقيقة الراجل لا يكل ولا يمل، دايما متواجد بنفسه، دايما متواجد بكل التفاصيل، ودايما متواجد في كل شيء، عشان زي ما بقول لحضراتكم حاجة تليق بأعضاء النادي الأهلي. وكل اللي وعد بيه الكابتن محمود الخطيب في البرنامج الانتخابي، وبالعكس ده كمان خرجوا عن البرنامج الانتخابي في حاجات كتير جدا بعد ما البرنامج الانتخابي اتحط، ولو في حاجات ممكن يعملوها
تخدم اعضاء النادي الاهلي بداوا يشتغلوا فيها من غير برنامج ان هو ده النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الدوره دي ليها النصيب الاكبر في الشيخ زايد. اتعمل قبل كده مجمع للبنوك بيخدم ويسهل عمليه التعامل مع البنوك بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي. شفنا مجمع الصالات سكواش وجمباز والعاب الصالات. شفنا ملاعب النجيل الصناعي، شفنا البوابات، بنشوف دلوقتي المسجد وقريبا ايضا المبنى الاجتماعي في النادي الاهلي والشيخ زايد. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق كابتن محمود الخطيب وكل مجلس ادارته ان دايما بيشتغلوا دايما يعني علشان يكون النادي الاهلي رقم واحد في كل المجالات، سواء في الرياضه كره القدم العاب الصالات، وكمان في البنيه التحتيه ان النادي الاهلي يكون من افضل الانديه الموجوده في مصر. نروح للامر الثاني وهو منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني اللي عنده ان شاء الله مباراه مهمه ومرتقبه يوم الخميس القادم ان شاء الله هتكون بتوقيت القاهره الساعه 10، الساعه 10 مساء، مباراه مهمه امام غانا. دايما مباريات مصر وغانا مباريات كبيره، نتكلم بنقول دي مباريات نهائيه في القاره او في بطوله افريقيا. لكن صعوبه المباراه جايه من هنا، من المباراه الاولى. منتخب مصر اتعادل امام موزمبيق، الناس زعلانه شويه والناس حزينه شويه. منتخب غانا بيخسر في المباراه الاولى، وايضا يعني اداء لا يليق بمنتخب كبير زي منتخب غانا. علشان كده هنا صعوبه المواجهه، سواء مصر او غانا كل فرقه ليها طموح ليها امل، لكن احنا بنتكلم كمصريين طبعا بندعو ربنا سبحانه وتعالى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. الناس زعلانه علشان المباراه الاولى امام موزمبيق كانت الناس متوقعه او الناس بتقول قبل البطوله مصر من الفرق المرشحه للبطوله، وما زالت بعد التعادل امام موزمبيق ايضا مصر مرشحه وبقوه ان شاء الله للوصول للنهائي الافريقي. لكن زعل الناس مش من التعادل او من النتيجه وبس، لا، من اداء بعض اللاعبين، من الروح اللي ما كانتش موجوده طوال ال 90 دقيقه. لما بيكون عندك ضربه البدايه في بطوله افريقيا لازم ضربه البدايه تكون قويه. ببعت انذار لكل الفرق ان انا النهارده كمنتخب مصر، منتخب كبير، منتخب اخذ البطوله دي 7 مرات، انا جاي النهارده علشان انافس، معايا افضل لعيبه، معايا افضل لعيب موجود في العالم دلوقتي محمد صلاح، معايا افضل لعيبه موجوده في مصر، لعيبه النادي الاهلي اللي مثلت مصر في كاس العالم الانديه وشرفت الكره المصريه، معانا لعيبه محترفه على اعلى مستوى، مصطفى محمد، تريزيجيه، مرموش، مش عايز انسى حد، ايضا معانا لعيبه من الزمالك، لعيبه محترمه ولعيبه عندها مسؤوليه، وكل الانديه. علشان كده حزن الناس جه من البدايه اللي كانت مخيبه الامال. ظروف صعبه، جو الرطوبه عاليه جدا، لكن النهارده لما بتتكلم على الرطوبه بتتكلم على الفرقه كلها. والفريق البطل دايما ما ينفعش يبقى عنده اعذار، دايما ما يقبلش باي اعذار. زي ما قلت لحضراتكم الروح القتاليه مهمه جدا في المباراه اللي جايه، ودي اللي كانت غايبه امام موزمبيق، اتمنى نشوفها من بدايه المباراه. ازاي النهارده فيتوريا يقدر يقسم المباراه بشكل جيد؟ انت المباراه الاولى امام موزمبيق سيطرت الشوط الاول، سيطره تامه، قدرت تخلق فرص، ربنا اكرمنا واحرزنا هدف في الدقيقه الثانيه او الثالثه من بدايه المباراه. واحنا بنقول رطوبه، لازم اقسم المباراه، ازاي اللعيبه تقف، امتى اقفل، امتى هاجم، لازم كل الامور دي تكون في حسابات المدير الفني. النهارده الهدفين اللي جم في دقيقتين، الناس يعني خلاص تحس لعيبه منتخب مصر وهي نازله الشوط الثاني كان المباراه خلصت، كان المباراه حسمت، لكن لا، المباراه بتخلص مع صفاره الحكم. علشان كده ده درس مهم للعيبه منتخب مصر. درس جه في توقيت لسه عندك مباريات، لسه عندك مباريات في دور المجموعات في الاول، ممكن ان شاء الله المباراه اللي جايه واللي بعدها ناخد 6 نقاط ونتصدر كمان المجموعه. لكن فيتوريا لازم يراجع حساباته في التشكيل، في اللعيبه اللي بتبدا. انا مش هقول لعيبه مين اللي يبدا ومين ما يبداش، هو اضرب لعيبته وهو المتعايش مع الفريق، لكن النهارده ازاي تحط اللعيب المناسب في المباراه المناسبه. هي مش تشكيله دايما ثابته عندي احطها، لا، ممكن النهارده في التشكيله دي لعيب زي ياسر ابراهيم هيخدم اسلوب اللعب بتاعي، عنده الروح القتاليه،
راجل جاهز، راجل في أعلى مستوى ليه ممكن يكون موجود. أنا مش بتكلم على ياسر إبراهيم علشان ياسر إبراهيم النهارده لاعب النادي الأهلي، لا، أنا بتكلم النهارده وكلنا بنتكلم عن منتخب مصر اللي ليه له أولوية. ودايما بنقول للناس انسى الأندية دلوقتي، انسى الألوان، انسى الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر، النهارده منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر هو الأول، وهو ده اللي احنا تعلمناه في النادي الأهلي. النادي الأهلي لما جه تعارض مع بطولة ليه في كأس العالم للأندية ومع منتخب مصر قال لا، الأولوية علشان الناس ترجع تاني وتراجع حساباتها، الأولوية لمنتخب مصر علشان نصحح المفهوم مرة تانية. منتخب مصر ليه الأولوية؟ لعيبة مصر إن شاء الله قادرة إنها تتجاوز مباراة غانا وتقدر توصل لدور المجموعات وتكون الاستفاقة إن شاء الله من المباراة المقبلة بإذن الله. وكل التوفيق لفيتوريا وكتيبة فيتوريا وكل رجالة منتخب مصر الوطني. هنروح أيضا للنادي الأهلي. النادي الأهلي وإحنا بنقول إن إنجازات النادي الأهلي وجوائز النادي الأهلي لا تتوقف. إحنا بنقول إن 2023 بفضل الله، بفضل الله أولا، ثم بفضل مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم بفضل الجهاز الفني لفريق الكورة، اللاعبين، الأجهزة الطبية الفنية، اللاعبين، الأجهزة الإدارية، وقبل ده كله جمهور النادي الأهلي. 2023 كان وش السعد على جمهور النادي الأهلي. قبل كده شفنا الكاف وهو بيكرم النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا، عندنا أفضل لاعب محترف داخل القارة بيرسيتاو، أفضل هدف محمود كهربا، وكان الشناوي بينافس على أفضل حارس مرمى. جوائز ما جاتش من فراغ وتتويجات ما جاتش من فراغ، ده مجهود جماعي وناس بتشتغل وناس بتتعب. يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله هيكون في تكريم آخر، لكن تكريم دايما بيبقى ليه طعم مختلف وليه ميزة مختلفة. إن هو أولا في دولة الإمارات الشقيقة، ولما بتتكلم عن دولة الإمارات الشقيقة يعني بتقول أفضل استقبال لكل من يمثل النادي الأهلي. حفل جلوب سكر اللي هيمثل النادي الأهلي فيه إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. في 2020 كان أقيم الحفل وأيضا توج النادي الأهلي من قبل، لكن الحفل القادم إن شاء الله يوم الجمعة القادم هيكون حفل مختلف وفيه مفاجآت مختلفة. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا على الهوا ده يعني بعض اللقطات من حفل 2020 جلوب سكر اللي كان مقام في دبي، وتكريم النادي الأهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب بأن النادي الأهلي هو أفضل نادي في الشرق الأوسط. النادي الأهلي ما بيكتفيش بالجوائز والبطولات، دايما النادي الأهلي بيبص للمستقبل، دايما النادي الأهلي بيسعى للأفضل. النادي الأهلي لما بيروح لمنصات التتويج عايز يروح مرة واتنين ودايما يكون واقف. ده اللي حصل في 2023 في السنة الأفضل والسنة الاستثنائية اللي النادي الأهلي توج فيها بست بطولات، أيضا فيها بطولات قارية وفيها ثالث العالم. حفل بيضم العديد من نجوم العالم وأساطير العالم في لعبة كرة القدم هيكونوا متواجدين إن شاء الله في حفل جلوب سكر. هنقول بقى 2024 إن شاء الله هيقام في دبي يوم الجمعة القادم، وهيكون إن شاء الله في مفاجآت زي ما احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب وهو قدامنا وهو بيستلم هنا جائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط، هيكون إن شاء الله يوم الجمعة أيضا. ولكن خلينا نروح بقى للمفاجآت. ومعانا دلوقتي على التليفون الأستاذ تامر الصراف ممثل جائزة جلوب سكر في مصر. تحياتي ليك يا أستاذ تامر. اهلا اهلا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ منور قناه الاهلي. ده النور نورك، النور نورك يا فندم، انت اللي منور. في البدايه يا استاذ تامر يعني اتكلمنا عن جائزه جلوب سكر، اهميه جائزه جلوب سكر علشان كل المشاهدين اللي بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي. زي ما حضرتك تفضلت، يمكن دي تاني مره الاهلي يصل الى منصه التتويج في جائزه جلوب سكر، ولكن المره دي هي مختلفه يمكن شوية عن المرة اللي حضرتك ذكرتها. المرة الأولانية كان فيها رمزية نادي الأهلي، بخلاف أنه هو كان عام استثنائي من الإنجازات كان ليها رمزية كمان أنه هو نادي القرن. المرة دي النادي الأهلي بكل المقاييس هو المرشح الأبرز والأقرب إلى نيل الجائزة السنة دي عن
افضل نادي في الشرق الاوسط، وده لسببين. السبب الاول ان هو النادي الوحيد في الشرق الاوسط اللي تحصل على لقب قاري، وهو كسب الشامبيونز ليج الافريقي، دوري الابطال الافريقي، دوري الابطال الافريقي، وكمان كان مع شقيقه اتحاد جده في كاس العالم للانديه، ولكن طبعا النادي الاهلي تحصل على الميداليه البرونزيه والمركز الثالث كعاده تتويجات النادي الاهلي. فالمره دي جايه من انجازات قويه جدا، جايزه من تصويت جمهور صوت بالملايين، كله طبعا وضع النادي الاهلي في المقدمه في التصويت، ويمكن ظهرت على اكثر من موقع واكثر من 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 صحافه وجرائد مطبوعه اتكلمت على ده. فطبعا يعني كعاده الاهلي يعني تتويج جديد ان شاء الله، ونتمنى يوم الجمعه يكون اضافه قويه يعني باذن الله. السنه دي الحفل هيقام فين يا استاذ تامر؟ الحفل الماضي اقيم تحت برج دبي او برج خليفه، السنه دي بقى؟ السنه دي مقام طبعا في مكان مهم جدا جدا، وهو جزيره اتلانتس او في دبي طبعا بطبيعه الحال، ومكان معمول بشكل مميز جدا جدا، وزي ما حضرتك تفضلت في التقديمه جايبين من ابرز نجوم العالم، يعني كل المتوجين او كل المرشحين العالميين موجودين في الحفل، من نادي مانشستر سيتي وعلى راسه بيب جارديولا المدير الفني، الى رموز عالميه معتزله من كره القدم، وطبعا الدعوه موجهه لاساطير كره القدم من مستوى رونالدو وخلافه، مع مديرين فنيين عالميين زي فابيو كابيلو وغيره، انفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي، ومجموعه كبيره جدا جدا من الرموز المعتزله والحاليه في كره القدم. طبعا كان في يعني نجوم عالميين في لجان التحكيم، ابرز النجوم العالميين اللي كانوا موجودين في لجان التحكيم برضه. فابيو كابيلو هو الابرز، واحد من اهم المديرين الفنيين في تاريخ ايطاليا وفي العالم، مع طبعا مجموعه كبيره جدا اخرين من مدير الفنيين ولجنه الحكم والفيفا. وزي ما قلت لحضرتك، هو الاهلي دائما في نطاق جائزته هو الابرز اللي هي اجبرت الجميع او خلت الجميع طبعا بيدي صوته للنادي الاهلي ويجعله المرشح الابرز يعني. دايما النادي الاهلي بيلاقي يعني استقبال اكثر من رائع في دولة الامارات الشقيقة. الاستقبال النادي الاهلي وطبعا هيكون على راس الوفد المتواجد او يعني هيروح للحصول على الجائزة الكابتن محمود الخطيب، ابرز الحاجات اللي بتستعدوا بيها ان شاء الله لاستقبال النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لحضرتك ان يمكن من لحظة تأكيد كابتن محمود الخطيب ان هو هي هي هيصل الى المهرجان والمؤتمر ويتلقى ان شاء الله تعالى الجائزه والترشح لافضل نادي في الشرق الاوسط، وتهدفت كل وكالات الانباء انها تعمل لقاءات خاصه مع كابتن خطيب، ويمكن احنا بقالنا كام يوم بنتواصل مع اداره النادي الاهلي الاداريه وكل القائمين عليها لتخصيص وقت للانترفيوهات او لقاءات عالميه مع كابتن محمود الخطيب. ده يوضح قد ايه هم حاطين ثقل كبير جدا للنادي الاهلي، مش بس من منطلق ان هو بياخد جايزه احسن نادي في الشرق الاوسط، لا هم عارفين ان مكانه الاهلي هي مكانه دوليه وعالميه. ف يعني مش عايز اقول لحضرتك كم الطلبات او الحاجات اللي بعتناها لاداره النادي الاهلي لاستقبال كابتن الخطيب او عمل لقاءات خاصه معاه يعني، وده حجم النادي الاهلي الحقيقي يعني. واحنا بنتكلم عن حفل عالمي، حفل كبير يعني هيتابعه الملايين، لو ممكن على الهوا يعني تقول لنا وننفرد بابرز الاسماء العالميه والمشاهير اللي ممكن يكون ليهم تكريمات خاصه في هذا الحفل او الحصول على جوائز خاصه. طبعا زي ما حضرتك تفضلت هي جايزه عالميه، هي واحده من اهم ثلاث جوائز موجودين في العالم، يمكن العالم دلوقتي اللي بيتابع ذا بيست وبيشوف النجوم العالميين كلها واقفه على المسرح. تخيل انت عندك رمز مصري خالص اسمه كابتن محمود الخطيب ممثلا للنادي الاهلي، واقف بنفس الوقفه وبنفس الموقع العالمي اللي موجود دلوقتي في ذا بيست. فهي جائزة جلوب ساكر الحمد لله واحدة من أهم ثلاث جوائز في العالم،
مناصفة مع ذا بيست وبالون دور أو الكرة الذهبية اللي بتقدم. فطبعا هي جايزة كبيرة وعالمية وعظيمة جدا ويستحقها النادي الأهلي. بعض الانفرادات طبعا السنة دي معمول مجموعة من المفاجآت الكبيرة، سواء من توجيه الدعوة لأساطير كثيرة جدا جدا في كرة القدم. في كمان حدث كده هيحصل بشكل لطيف ترفيهي هيقدمه نجوم العالم، وهو حاجة اسمها فود فور شامبيونز، أو إن النجوم العالميين دول هيطبخوا أكل مع بعض كده ويقدموها لكل الحاضرين والمدعوين. فطبعا هتبقى فيها جزء من الطرافة يعني شيء طريف جدا ومحبب للناس، انها تشوف مثلا حد زي هالاند ممكن يكون بيطبخ حاجه وبيقدمها للناس بخلاف مواهب اخرى غير كره القدم. مواهب اخرى غير كره القدم فعلا، دي حقيقه. فطبعا هتبقى فيها شويه حاجات لطيفه جدا، بخلاف زي ما قلت لحضرتك في طابور طويل من وكالات الانباء وقنوات التلفزيون العالميه اللي طالبه لقاءات خاصه مع كابتن خطيب، وطبعا بطبيعه الحال مع الاساطير الاخرى اللي موجوده معاه. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ تامر، يعني وان شاء الله يوم الجمعه القادم برضو يعني ممكن يكون في تغطيه مهمه على قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي في الحدث الاهم ان شاء الله، وهو يعني حصول النادي الاهلي على جائزه جلوب سكر. بنشكر الاستاذ تامر الصراف ممثل جائزه جلوب سكر في مصر، حطينا في الصوره اهميه الحدث ده. بيدعونا وبيدعو كل واحد او كل مشجع منتمي للنادي الاهلي انه يفخر بناديه. شوف النادي الاهلي في 2023، شوف مجلس الاداره اللي دايما بيشتغل ودايما بيتعب علشان يحط النادي الاهلي في المكانه الطبيعيه، هي دي المكانه الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي، انه يتحط وسط النجوم العالميين، دايما يتحط وسط التكريمات، دايما وسط الاحتفالات العالميه. علشان كده انت كمشجع للنادي الاهلي دورك مهم جدا في مساندة النادي الأهلي وقت ما بيقع، ازاي تقوم ناديك، ازاي دايما تبقى داعم ومساند للنادي الأهلي، وفي نفس الوقت ازاي تكون فخور بتاريخك الماضي والتاريخ اللي بيتصنع للمستقبل بفضل الله أولا وبفضل الناس كلها اللي بتشتغل في منظومة النادي الأهلي. هنروح بقى لخبر أيضا تاني، وهو يعني خبر مهم جدا بالنسبة لنا هنا في برنامج الأشبال، وانا ببقى سعيد على المستوى الشخصي لما بشوف لعيبه من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بتصعد للفريق الاول. بنحس ان اللعيبه اللي احنا سلطنا الضوء عليها، اللعيبه اللي احنا نقلنا مباريات على الهواء مباشره هنا وبدانا نقول عندنا فلان وفلان وفلان ويبداوا يصعدوا، بنحس ان تعبنا فعلا بدا يجيب نتيجه. سعيد جدا بالفتره دي، وقلت في الاستوديو التحليل الاخير كان الاهلي امام طلائع الجيش في 2003، وقلت دي فرصه ذهبيه جدا، فرصة ذهبية للعيبة الجديدة للنادي الأهلي، واحد زي وسام أبو علي اللي داخل الفريق جديد زي ما احنا شايفينه قدامنا على الهوا، صفقة إن شاء الله بنتمنى لها النجاح، ولعيب إن شاء الله يكون إضافة. فترة مهمة جدا للعيب مصاب يقدر يرجع ويتجهز في الفترة دي، وفترة أهم للعيبة ولادنا الناشئين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، شايفين مساندة ودعم كبير من مستر كولر للعيبة الصغيرين في أول يوم استقبال علشان ياخدوا الثقة ويقدروا يشتغلوا وكل واحد يقدر يطلع اللي عنده. 13 لاعب، 11 لاعب واثنين حراس مرمى، يوسف عبد الحفيظ، أي أحمد عبدين، عبد الرحمن خالد الشهير بفارس خالد، دايما بنقول له فارس خالد، إسلام عبد الله، إبراهيم عبد الحكيم، عبد الجواد عبد الرحمن، مازن أسامة، سمير محمد، معتز محمد، مصطفى أبو الخير، وأحمد طعيمة. الأسماء قدامنا. تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركه في تدريبات الفريق الاول. حازم جمال حارس مرمى فريق الاهلي مواليد 2005، ده من الحراس المميزين، وما شاء الله اتكلم على حراس مرمى النادي الاهلي وانت قلبك جامد. كلهم من اولاد النادي الاهلي، بدايه من الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه مصطفى مخلوف، حمزه علاء، وحازم جمال. يوسف سيد عبد الحفيظ خط وسط فريق وبيلعب خط وسط 6 و8 وبيلعب كمان باك رايت، وبالمناسبه مفيش مجامله للكابتن سيد حفيظ عشان ما حدش يتكلم، يوسف لعيب مميز وبيلعب ايضا في منتخب مصر للشباب. طارق حسن ده حارس مرمى فريق الاهلي 2003، وزعنا مباريات هنا وحارس مميز جدا زي زمايله في قطاع الناشئين النادي. ابراهيم عبد الحكيم مدافع
بيمتاز بالطول، وبالمناسبة كانت ناس يعني سربت صورته وقالت ده كان قبل أسامة أبو علي، قبل ما الأهلي يتعاقد معاه كانوا بيقولوا هو ده صفقة الأهلي، لكن كان هو إبراهيم عبد الحكيم في يعني شبه قريب منه أسامة أبو علي، ده مدافع قوي جدا مميز في فريق 2003. عبد الرحمن خالد فارس ده لعيب مميز جدا يا جماعة، وافتكروا الاسم ده، ده لعيب خط وسط لعب مع كابتن وائل رياض في بطولة شمال أفريقيا، وحاجة حلوة قوي، حاجة حلوة في الكرة جدا، ولعيب كمان وسط ملعب بيجيد التهديف، بيلعب في فريق 2005. اسلام عبد الله ده ظهير ايسر في 2003، وكنا زعنا مباريات هنا على الهواء، واسلام عبد الله ده حاجه حلوه وكمان مسجل، تخيل لما يكون عندك ظهير ايسر وكمان بيعرف ويجيد تسجيل الاهداف. احمد عبدين مدافع يمتاز احمد عبدين يعني بيلقبوه ببدر بنون، كره الحلوه، كره الرايقه من ورا، طلع الباص المظبوط، بيمتاز بالطول، تحضير الهجمه، يقدر كمان في الكرات الثابته بيزيد ويقدر يسجل، مدافع للمستقبل طبعا. بيلعب كمان في منتخب مصر للشباب، وحاجه حلوه جدا. احمد عبدين مدافع 2005. عبد الجواد عبد الرحمن ده ظهير ايمن باك رايت، مواليد 2003، وايضا لعيب مميز بيقدر يشتغل ناحيه اليمين ويكمل في النواحي الهجوميه، بيعمل عرضيات. مصطفى ابو الخير خط وسط بيلعب في فريق 2003 وبيلعب مركز 6، حاجه كده شبه اليو ديانج، ما شاء الله كميات جري كتير، يقدر يقطع وبيسلم الكوره. سمير محمد، سمير محمد واحد من الدكتور احمد ثابت، واحنا بنحلل ماتشاتنا هنا على الهواء كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، والدكتور احمد ثابت معجب بسمير محمد جدا، وانا ايضا كمان، والكابتن حشيش واحد من المهاجمين المميزين، وكان الدكتور احمد ثابت يقول لي نفس اللاعب ده ياخد فرصه مع الدرجه الاولى، هيقدر يعبر عن نفسه، عنده الموهبه وبيقدر يسجل كمان من انصاف الفرص. احمد طعيمه ده لاعب في خط وسط مركز 6، بيمتاز بالطول، لعيب قوي، لعيب بيقدر يقطع في وسط الملعب ويطلع الباص بتاعه مظبوط. معتز محمد كلنا عارفينه، لعب مع الدرجه الاولى السنه اللي فاتت في مباراه المصري، مدافع 2005 وبيلعب في منتخب الشباب، ولعيب خلاص يعني جماهير الاهلي عرفت معتز محمد. مازن اسامه ظهير ايسر مواليد 2003، برضه لاعب مميز، ومازن بيلعب مساك وبيلعب كمان يعني باك ليفت، بيلعب مركزين. ميزه اللعيبه كلها اللي انا اتكلمت عنها دي ان كل لعيب بيلعب في كذا مركز وكذا بوزيشن. اللعيب بيلعب في كذا مركز وكذا بوزيشن. عندنا لعيبه ثانيه يا شباب. كل اللعيبه دي لعيبه مميزه. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، اهم حاجه الفتره دي فتره مهمه جدا، انت كلعيب يبقى عندك الثقه، ما تخافش. النهارده في التمرين، التمرين يعتبر النهارده حاجه مهمه، ازاي تقدر تثبت نفسك في التمرين. ما ينفعش الفتره دي اكسل فيها. كمان ممكن يبقى فيه مباريات وديه، ازاي النهارده اخدت اي وقت تلعب فيه سواء دقايق معدوده سواء بدات المباراه، ازاي النهارده مستر كولر اقدر اعبر عن نفسي يقول فعلا اللعيب ده لعيب كويس. طيب معانا دلوقتي على التليفون المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحد من اصحاب البصمات في قطاع الناشئين، ومنذ قدومه كلنا تفائلنا به خيرا، الكابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وسعيد بلقائي بيك يا حبيبي. النهارده خطوه مهمه طبعا، اكتر واحد سعيد بالخطوه دي وعدد كبير من اللاعبين تصعد للفريق الاول اكيد الكابتن بدر رجب. اكيد يا كابتن اسامه، احنا مهمتنا الكابتن رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ولجنه الكوره كل همهم الشاغل هو الاهتمام بقطاع الناشئين، علشان قطاع الناشئين ده النواه الاساسيه والقاعده الرئيسيه لاي فريق اول في اي نادي، ما بالك فريق النادي الاهلي اللي هو بيخدم مصر، قبل ما يخدم النادي الاهلي بيخدم المنتخب المصري. فبالتالي اللعيبه دي احنا سعداء جدا ان في تعاون بيننا وبين مستر كره في قطاع الناشئين، ودي بدايه بالنسبه لنا ان شاء الله، في حاجات بنوعد بيها ان شاء الله تبقى مفاجاه للفريق الاول في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ودي خطوه ايجابيه جدا للنادي الاهلي وللقطاع الناشئين في النادي الاهلي من ناحيه التحفيز للعيبه اللي موجوده تحت، ان اي حد
هيبقى عنده حاجه يقدر يقدمها للفريق الاول، فبالتالي هيبقى المشروع قائم لفوق، سهل جدا ان انت تطلع تأدي وتنتج وتبقى موجود وتتعرف وانت صغير ان انت لعيب مباشر وعندك اداء تقدر تأدي بيه في النادي الاهلي. في تنسيق الفتره دي تنسيق مهم جدا يا كابتن بدر، وخطوه مهمه ما بين قطاع النشئين النادي الاهلي والفريق الاول، مع غياب عدد كبير من اللعيبه دلوقتي في المنتخب الوطني في المنتخبات الاخرى، الاستعانه على طول ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين، فالتنسيق ده مهم جدا. ده موجود طبعا، اي نادي بيبقى فيه تنسيق بين الفريق الاول وقطاع الناشئين، بالتالي ده موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسسه كبيره فالحاجات دي ما بتفوتوش، وبالتالي احنا مصرين نكمل اللي كانوا شغالين قبلنا في القطاع، وكان موجود الكابتن خالد بيبو، وموجود دلوقتي الكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوقي وانا معاهم، بالتالي احنا مصرين جدا ان الخطوه دي بالنسبه لنا فرصه كبيره جدا، نعرض اللعيبه اللي عندنا ونعرض المواهب اللي موجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه نشوف مواهب تقدر تخدم النادي الاهلي وتخدم المنتخبات الوطنيه على في جميع الاصعده، سواء في منتخب الناشئين او الاولمبي او المنتخب الاول او الفريق الاول للنادي الاهلي. ده هدفنا وشغلنا الشغل الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما شاء الله يا كابتن بدر، لما نشوف منتخب 2005 هتلاقي النادي الاهلي عنده عدد كبير، منتخب 2008 ما شاء الله عدد كبير، نجاح كبير، سر النجاح ده يا كابتن بدر؟ سر النجاح ده التعاون، ان احنا بنشتغل كعائله مع بعض، ومفيش ملغي من عندنا كلمه الانا، لان مفيش واحد بيشتغل لوحده او بينجح لوحده، بينجح من خلال المنظومه طبعا على راسها الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب واعضاء اللجنه ومجلس الاداره، كل ده بيساعد في نتاج النادي الاهلي وحصاد النادي الاهلي، لان انت بتحصد نتيجه شغل الناس اللي موجوده والناس اللي بتساعدك، ما حدش بينجح لوحده، اما بتشتغل عيله فانت كله بينكر الذات وكله بيشتغل عشان يخدم النادي الاهلي وبالتالي يخدم الفريق الاول، كل الموجودين سواء عاملين او مدربين او اداريين او دكاتره او كله بيخدم علشان خدمه اللاعب اللي هو هيمثل الفريق الاول في النادي الاهلي، بالتالي تبقى المنتخبات الوطنيه المصريه مطمنه ان في لعيبه طالعه من النادي الاهلي متاسسه كويس وبتخدم الفريق الاول، وبالتالي هتخدم كل الاصعده بالنسبه للمنتخبات المصريه. ما شاء الله 13 لاعب، ده عدد كبير يتم تصعيده للفريق الاول، بنشوف كمان مراكز مختلفه، اثنين في حراسه المرمى، في خط الظهر، في وسط الملعب، ظاهرين سواء رايت او ليفت، رؤوس حربه، تنوع كبير، ويعني ما شاء الله يعني عدد كبير طلع الفتره دي. ده كمان كابتن اسامه انا عايز اوصل لك معلومه ان التنوع ده سنين، ده في 2003 و2005 يعني مش سن واحد بس. فده النجاح، وده اللي احنا مستقرين عليه، وده اللي احنا يعني ان شاء الله نقدر نستمر فيه، ويبقى بالنسبه لنا ده هدف نشتغل عليه، يعني نحارب ان احنا نبقى تملي عندنا منين ما يطلب مننا لعيبه من الفريق الاول، نقدر نسد اي ثغره موجوده في الفريق الاول من خلال قطاع الناشئين، وده الهدف اللي كان شغال عليه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي طلب مننا ان احنا نهتم جدا بقطاع الناشئين. سواء على صعيد المدربين او على صعيد اللعيبه اللي موجوده، وكل ده بيصب في الاخر في مصلحه النادي الاهلي. تمام، ما شاء الله الاهلي بيشتغل في كل الاتجاهات، لعيبه مجموعه صعدت للفريق الاول في كل الفرق شغاله في القطاع، ايضا على موضوع الاعارات يا كابتن بدر، وده موضوع مهم جدا، بنشوف ايضا ثلاثه من اللعيبه المميزه سواء كباكا سواء زعلوك عبد الرحمن رشدان بيروحوا اعاره لمودرن فيوتشر، اكتساب خبرات، لاعب في مستوى اعلى في الدوري الممتاز، يرجعوا مره ثانيه للنادي الاهلي، شايف وجهه نظرك في فكره الاعارات ازاي؟ انا بشجعها جدا، لان انت عارف اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى لعيب يعني يقدر يستمر، وده مش هيبقى موجود خلال الفتره الجايه نظرا للكم الهائل الموجود من اللعيبه الكبار، بالتالي انك تخرج بره وتلعب وتاخد تكتسب خبرات، فدي حاجه كويسه جدا للاعب ثم للنادي. انك ترجع وانت واقف على حيلك بقى كسبت خبرات كبيره تفيد بيها النادي الاهلي من خلال فتره الاعاره اللي انت هتقعدها، لكن اللي انا عايز اكد عليه ان نورم فراس ولعبتنا احنا بنحاول نساعدها بكل الطرق، سواء عن طريق الاعاره او تبقى موجوده في النادي او تفيد الفريق الاول، لان في الاخر وفي الاول احنا شغلتنا ان احنا نفيد الفريق الاول. تمام. ونساعد الفريق الاول في كل مهامه.
ده فايده قطاع الناشئين الموجود، وما بالك اذا كان قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فهو الاولى ان هو يمد الفريق الاول سواء عن طريق اعارات اللعيبه او الاستفاده ببيع لعيبه. والفتره الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا لعيبه نبيعها في اوروبا بامر الله باذن وانا الله. من خلالك بوعدك ان احنا عندنا لعيبه ان شاء الله الفتره الجايه هتلعب في اوروبا ولعيبه صغيره، وان شاء الله هتسمعوا قريب عن اخبار جديده في النادي الاهلي في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن بدر، وبنشكرك شكرا جزيلا. انا سعيد اني معاك كابتن اسامه ومتشكر. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين النادي الاهلي، شكرا جزيلا. يعني شفنا الناس كلها يعني بتشتغل، يعني كله في شغل وفي مجهود كبير جدا بيتم ايضا في قطاع الناشئين النادي الاهلي. تعالوا نشوف بعض الجداول بقى، بعض الجداول في فرق قطاع الناشئين وتصدر النادي الاهلي لبعض المسابقات. واحنا لسه الموسم لسه طويل ولسه ما انتهاش، لكن الفتره دي فتره امتحانات عند اللاعبين. في توقف للدوري، لكن الفتره يعني القادمه هيتم استئناف بطولات الجمهوريه، بطولات المناطق، بطولات البراعم. تعالوا نعرض مع بعض ونشوف بعض الجداول. هنبتديها مع دوري الجمهوريه مواليد 2003، وزي ما احنا شايفين ترتيب النادي الاهلي في المركز الاول، لعب 20 مباراه فاز في 13. طبعا احنا عارفين المباريات تنتهي بالتعادل بيبقى فيه ركلات ترجيح، والنادي الاهلي عنده 42 نقطه، وانبي في المركز الثاني برصيد 41 نقطه، سيراميكا في المركز الثالث 39 نقطه، المقاولين في المركز الرابع، بتروجيت في المركز الخامس، الزمالك في المركز السادس، والمصري في المركز السابع، وثامن بيراميدز، التاسع الاتحاد السكندري، العاشر فاركو، 11 طنطا، ال 12 غزل المحله، 13 سموحه، ال 14 فيوتشر، 15 زد، 16 القناه، 17 طلاع الجيش، 18 الاسماعيلي، 19 الجونه، 20 السد باسوان، 21 بلديه المحل. قبل ما اروح للجدول الثاني، ده دوري 2003 وتصدر النادي الاهلي فيه. الفتره اللي جايه هتكون المرحله ان هاتوا لي جدول الاهلي من الاول لو سمحتوا. نادي الاهلي من الاول علشان الفتره اللي جايه بقى. الفتره الاولى انتهت من الدوري، الفتره اللي جايه هتكون لاستكمال المرحله الختاميه او النهائيه، التصفيات النهائيه، وكل فريق بيكمل بعدد النقاط اللي عنده. بعدد النقاط اللي عنده. النادي الاهلي عنده 42 نقطه، هيكمل المباراه اللي جايه هو بال 42 نقطه اللي عنده. ان شاء الله النادي الاهلي في دوري 2003، السنه اللي فاتت حصل على بطوله دوري الجمهوريه، السنه دي ان شاء الله يعني يقدر يحصل ياخد بطوله ال 2003 برغم الغياب العددي الكبير. شفنا لعيبه كتير طلعت درجه الاولى، شفنا لعيبه كتير طلعت اعارات، ولكن ما زال فريق 2003 متمسك بالصداره. هروح للجدول الثاني. الجدول الثاني معانا فريق 2010، النهارده هيكون معايا الجهاز الفني النهارده في 2010 في الجزء الثاني الكابتن احمد عطيه المدير الفني، والكابتن صالح المغازي المدرب العام. وزي ما احنا شايفين النادي الاهلي في المركز الاول، لعب 14 مباراه فاز في 14، مفيش تعادل ولا هزيمه، له 66 هدف وعليه هدفين ما شاء الله. لما تيجي تبص اكتر فريق متصدر الاهداف، عدد الاهداف، واكتر فريق يعني اقوى دفاع بهدفين، عنده 42 نقطه. الانتاج الحربي رغم ان الاهلي لعب 14 مباراه، الانتاج الحربي لعب 16 مباراه، اكتر من النادي الاهلي بماتشين. ياتي الانتاج الحربي في المركز الثاني 41 نقطه. ان شاء الله النادي الاهلي لو فرق في الماتشين بتكلم في 7 نقاط فرق. الداخليه في المركز الثالث، اسكو في المركز الرابع، الخامس العبور، الشمس في المركز السادس، بورتو السويس السابع، المقاولون العرب في المركز الثامن، تاسع الاتصالات، والمركز العاشر حلوان، 11 ابو السعود، و12 مكادي، وفي المركز ال13 اسمنت حلوان. هنروح للجدول اللي بعد كده، 2007. هنا 2007 انبي في المركز الاول بالرصيد 47 نقطه، والنادي الاهلي في المركز الثاني 46 نقطه، لكن ان شاء الله عندي ثقه في فريق 2007 كابتن اسامه زكي ولاعيبه 2007 اللي عندنا فيها مواهب كبيره جدا، مش عايز اقول الاسماء عشان ما انساش البعض، لكن ان شاء الله فريق 2007 اللي فاز على الزمالك منذ ايام قليله في ملاعب الناشئين مدينه نصر في الثواني الاخيره بهدف محمد عبد الفتاح تاحه، قادر ان شاء الله انه يحسم هذه البطوله. انبي في المركز الاول برصيد 47 نقطه، والاهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطه، زد في المركز الثالث 41 نقطه، بيراميدز في المركز الرابع، المقاولون العرب في المركز الخامس، السادس سيراميكا، السابع طلائع الجيش، الثامن الاتحاد.
التاسع الزمالك، العاشر الإسماعيلي، 11 فاركو، المركز ال 12 الداخلية، 13 غزل المحلة، 14 الجونة، 15 سموحة، 16 البنك الأهلي، 17 المنيا. وهنا أنا سعيد بقى بظهور ممثل الصعيد المنيا، وبنشوف أسوان هيجي بعد كده في فيوتشر في مركز 18، والمجد، المجد ده المجد السكندري 19، و20 أسوان وبلدية المحلة. وببقى سعيد بوجود ممثل للصعيد. طيب ده كل الشغل الناس بتشتغله، وطبعا على رأسهم كابتن وليد سليمان، الكابتن بدر رجب، الكابتن محمد شوقي. وهنروح بقى عشان نطمن أكتر على اللعيبة اللي صعدوا للدرجة الأولى النهاردة، كمان على معسكر الإعداد للنادي الأهلي، وبنقول له مبروك. هي جت متأخرة شوية لكن هو يستحقها، إن هو إحنا عاصرناه في قطاع الناشئين، قعد معانا حوالي 3-4 سنين بيشتغل بإخلاص وبحب. لما جت له الفرصة في الدرجة الأولى مازال الحب والإخلاص برضو، دي سمته. كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحياتي ليك يا كابتن خالد. تحياتي ليك يا كابتن أسامة، ودايما متألق كده. وشنا حلوة عليك طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ ده حاجة مش جديدة عليك يعني، طول عمرك وشك حلو على كل الناس اللي أنت بترتبط بيهم يعني. قعدت معانا في قطاع الناشئين حوالي 3-4 سنين، عملنا شغل مع بعض يعني، كنا دايما يعني سبورت لقطاع الناشئين، وكان دايما الحمد لله النتائج كانت اكثر من رائعه. دلوقتي الكابتن خالد بيبو يعني في المنصب الجديد مدير الكره، بنبارك لك طبعا على ثالث العالم، بنبارك لك على السوبر المصري، لو حتى يعني المباركه متاخره، لكن ده يعني تستحقه كل اللعيبه وكل الجهاز الفني يا كابتن خالد. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، ومبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي يعني. احنا كنا املنا في اكثر من كده، واشتغلنا على 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 كده، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وربنا كرمنا بالمركز الثالث، وكنا نطمع في اكثر من كده. طلعنا على كاس السوبر، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد بطوله كاس السوبر يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الفتره اللي جايه بقى كابتن خالد، طمنا على الفتره اللي جايه، فتره المعسكر الاعداد اللي هيقام يعني بعد ايام قليله، حطينا في الصوره اخر الاستعدادات، رجعتوا بنشوف ما شاء الله التدريبات بمنتهى الجديه منتهى التركيز. طبعا يعني في البدايه احنا طبعا عندنا مجموعه من اللعيبه كتير قوي في المنتخبات، منتخب مصر وبقيه المنتخبات، فعندنا طبعا مجموعه من اللعيبه الناشئين متابعين بشكل كويس عشان تبقى عارف، بس احنا ما يعني القصه دايره بشكل منظم، كل الولاد الفرق القطاع الناشئين متابعه بشكل كويس، الماتشات كلها بتاعتها احنا شايفينها متابعينها كويس، كل فتره بيبقى فيه موجود مجموعه من اللاعبين مع كارلوس بيشتغل معاهم وبيديهم شغله، فبناء على كده جينا لما احتاجنا دلوقتي مجموعه من اللعيبه، هو اخترنا المجموعه وهتكون معانا في الفتره دي، بتاخد التمرين وان شاء الله تبقى موجوده معانا في المعسكر، وتاخد ان شاء الله يبقى في مباريات وديه، ياخدوا معانا المباريات الوديه، وده هو اللي احنا بنشتغل عليه بقالنا فتره، ان يبقى في تواصل ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول على طول، احنا شايفين اللعيبه وشايفين بيشتغلوا ازاي وبيأدوا ازاي ومتابعينهم يعني. اخر الاستعدادات يا كابتن خالد لمعسكر الاعداد. يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل منتظم، الاجراءات طبعا اللي هي بتاعت اي معسكر، التاشيرات، الطيران، اذا كان المباريات الوديه اللي اتلعب هناك، كل حاجه بتترتب بشكل منتظم زي ما احنا متعودين. ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله هيبقى يوم 20 ان شاء الله بدايه المعسكر يعني. اكيد في لعيبه من الشباب هتكون متواجده في المعسكر يا كابتن خالد. اكيد، انا بقول لحضرتك ان هم موجودين معانا، بياخدوا الشغل مع اللعيبه، وهم بيأدوا بشكل كويس، ودي فرصه بالنسبه لهم، وان شاء الله هيبقوا في موجودين معانا يعني ان شاء الله في المعسكر ان شاء الله. هيكون في اكيد مباريات وديه في معسكر الاعداد. اكيد ان شاء الله، اكيد ان شاء الله، لسه بنرتب الحاجات كلها. تمام. المعسكر كله بيترتب ومتنظم بشكل جيد ان شاء الله، كل حاجه هتبقى في وقتها هنقولها على طول.
تمام، فرصة وانت موجود معانا النهاردة على الهواء يعني تطمنا بقى على الوافد الجديد ومهاجم الاهلي الجديد وسام ابو علي، يعني دخل في الاجواء، دخل في اجواء اوضه اللبس مع اللاعبين في الاجواء المصرية، وقول لنا اخباره ايه في التدريبات. والله بص، انت انا ما حسيتش ان هو غريب، يعني ما حسيتش ان هو لعيب جاي، لا على طول دخل مع اللعيبه واللعيبه استقبلته طبعا بمنتهى الحب ودخلوه على طول ومعاهم في الجيم ودخلوه معاهم على طول، يعني عرفوه بكل مكان، كل مكان جوه النادي. وهو بصراحه يعني انا شايف يعني طبعا يعني السعاده، يعني في سعاده مال يعني والتمرين كويس، بيتمرن كويس جدا كويس. التمرين يعني بيأدي بشكل كويس، في انبساط بالتمرين، انبساط بالجو، انبساط بالمقابله، ده الحاجات دي كلها بتساعده ان هو يبقى يخش مع الفرقه على طول. يعني عامل اللغه ان هو بيتكلم عربي ده فارق اكيد يا كابتن خالد، كمان فتره التوقف دي هتفرق معاه بشكل كبير. انت عارف طبعا موضوع اللغه طبعا بيسهل عليه كل حاجه جوه في التعاملات، في الحركه، في الكلام مع زمايله، في ان هم يفهموا بعض بسرعه. لعيبه حباه بمنتهى الامانه، بتتكلم معاه طبعا بشكل كويس جدا، وهو حابب ان هو بيتكلم معاهم. فلقيت في قصص ابتدت تتحكى، قصص ومواضيع بينه وبين اللعيبه، فده حاجات بتبقى كويسه من بدري بتساعد ان هو يعني يتاقلم بسرعه. والتمرين كمان دلوقتي في اجواء هاديه، ما فيش ضغط مباريات، الكلام ده كله بيساعد ان هو يتمرن بشكل كويس يعني. شفنا محمد شريف، هو واحد من اللعيبه اللي بيحبها وبيحترمها كل جمهور النادي الاهلي، كان ليه زياره لما جه في اجازه، زار النادي الاهلي، زار زمايله اللاعبين، وكان في استقبال رائع منكم كمان لمحمد شريف. النادي الاهلي يعني مفتوح لكل ابنائه، اي حد من اللي ادى جوه النادي الاهلي وعمل مجهود وبذل مجهود كبير جدا طول فترات وهو موجود، النادي الاهلي بابه مفتوح لكل الناس، هو ده اللي اتعودنا عليه، كل اجيال النادي الاهلي موجوده في النادي الاهلي، اي حد عايز يبقى موجود في التمرين، اي حد بيبقى عايز يبقى موجود بيشوف زمايله، دي حاجه كويسه. محمد شريف لعيب كبير وادى بشكل كويس معانا وما عندوش اي اخطاء حصلت جوه النادي، وبصراحه يعني هو لعيب مميز، لما يكون عنده اجازه وحابب ان هو يجي يشوف زمايله اللي لعب معاهم مباريات مهمه واللي ادى معاهم بشكل كويس، طبعا الباب مفتوح يعني لازم تقابله كل حب يعني. اكيد. رضا سليم واحد من اللاعبين المهمين، للاسف يعني توقيت الاصابه كان توقيت صعب، وقبل كاس العالم للانديه وقبل السوبر المصري، يعني فتره انه يعني الاصابه ممكن يرجع بعد قد ايه، واخباره ايه دلوقتي والبرنامج العلاجي كمان يا كابتن خالد؟ رضا خلاص يعني في المراحل الاخيره ان شاء الله، قريب جدا هيبقى موجود بصفه كامله، ياخد التمرين كله، احنا بس لازم نطمن عليه في الفتره الاخيره دي بس عشان في اشاعه لسه هتتعمل له. يعني ممكن يشارك في المعسكر الاعداد اللي جاي ولا لسه برضه شويه؟ لا لا لسه شويه، لسه شويه. احنا انت عارف عندنا اهم حاجه سلامه اللعيب، طبعا طبعا احنا اللعيب بياخد يعني حقه في الاستشفاء، في ان هو يرجع من الاصابه عشان ما تعدوش الاصابه تاني، واحنا عندنا وقت في التوقيت ده ان احنا يعني يقدر ياخد وقته يعني من غير الاستعجال يعني. وكوكا كمان. وكوكا كمان. كوكا كمان طبعا اصابته اصابه جديده طبعا في توقيت بالنسبه له هو توقيت مش كويس، كان فرصه ان هو في منتخب مصر في التوقيت ده، بس طبعا الاصابه دي يعني قدر ربنا يعني. هو بيتعامل معاه بشكل كويس، وطبعا موجود تحت الملاحظه وبيعمل جلسات وبيشتغل على بقيه يعني بيت الجسم ومش كويس يعني. تمام كابتن خالد، يعني اكيد او عايزين نسالك في تواصل مع لاعيبه النادي الاهلي المتواجده في منتخب مصر في كوت ديفوار، واكيد في مسانده ودعم منكم اللاعيبه، في تواصل يا كابتن خالد؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، بتكلم معاهم وبطمن عليهم، ولسه قبل الماتش بيومين اتكلمت الشناوي طبعا. انت مش عايز طبعا تعمل للعيبه توتر كتير يعني تقعد لا خلاص انا بتكلم معاهم خلاص طمنت اموركم تمام كويسه، حتى قال ديان كلمته وبيرستا وكلمته وعلي معلول بعت له، يعني كل لعيبه تواصلت معاهم وطمنت عليهم ان امورهم كويسه، خلاص سيبهم بقى يركزوا في المباريات
محتاجين حاجه، مش محتاجين اي حاجه، انا موجود يعني. تواصلنا وطمنت وكله تمام، فخلاص سبتهم بقى يركزوا في المباريات. وصلت مع عمر كمال؟ لا سبته، سايب عمر شويه. انا عمر يعني لا ولا كلمته لحد دلوقتي؟ لا لا سايبه خالص. سايبه مركز. ربنا يوفقهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. اشكرك يا كابتن خالد، شكرا جزيلا. كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي، كانت مداخله مهمه عشان يعني يوضح معسكر الاعداد اللي ان شاء الله يعني خلال الايام القادمه هيكون للنادي الاهلي، وايضا يعني استكمال مرحله الاعداد، وهيكون في مباريات ايضا لتجهيز اللاعبين، وكمان زي ما قال الكابتن خالد بيبو هيكون في عدد من لاعبي او ناشئي النادي الاهلي هيتواجدوا اكيد في المعسكر وهيكونوا مشاركين في المباريات الوديه. وكمان طمنا على رضا سليم، واحد من اللعيبه المميزه جدا، يعني ان شاء الله قريبا هيعود للملعب مره اخرى. نروح لفاصل، وبعد الفاصل المدير الفني لفريق 2010 كابتن احمد عطيه، والكابتن صالح المغاسي المدرب العام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي وضيوفكم، ضيوف الفقرة الثانية من برنامج الأشبال، الكابتن أحمد عطية المدير الفني ومتصدر بطولة المنطقة فريق 2010. تحياتي ليك يا كابتن أحمد. تحياتي لحضرتك يا كابتن أسامة، وتحياتي لأسرة البرنامج، وإن شاء الله يكون لقاء سعيد كده. شرفنا ومنورنا. الله يكرمك. أيضا الكابتن صالح المغازي المدرب العام لفريق 2010. تحياتي ليك يا كابتن صالح. تحياتي ليك يا كابتن ولأسرة البرنامج كابتن. ابتدي بالمدير الفني بقى. اتفضل يا كابتن. كابتن أحمد عطية، الأول بنبارك لكم على التصدر، لسه ما زال البطوله مستمره، لكن ما شاء الله النادي الاهلي، وانا بستعرض جدول الترتيب، النادي الاهلي لعب 14 مباراه في المركز الاول، وبعديه كل انتاج الحربي لعب ماتشين اكتر في المركز الثاني. والله الحمد لله، طبعا يعني بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء، وعلى برضو عندنا وفره من اللعيبه بشكل كويس، وقدروا ان هم يتطوروا في وقت يكاد يكون قصير جدا. فان حضرتنا احنا لسه يعتبر جايين اول سنه السنه دي في النادي، انا والكابتن صالح، واشتغلنا على كملنا شغل الناس اللي قبلنا، واشتغلنا على بعض القصور اللي لقيناها في بعض اللعيبه، والحمد لله قدروا ان هم يستوعبوا بشكل كويس وبشكل سريع، وده كان عمل نتيجه بصراحه ملحوظه كبيره بشكل كبير قوي، فخلى الاداء يتطور ويبقى بشكل افضل وبشكل احسن. بنملك مجموعه لعيبه مميزين، وده دورنا ان احنا نطورهم بشكل كويس ونقدر ناهلهم لدوري الجمهوريه السنه الجايه ان شاء الله. كابتن صالح، اكيد الامر مش سهل، السنه اللي فاتت فريق 2010 ما كانش بيلعب على الملعب كامل. طبعا سن البلوغ، التكوين العضلي، التكوين الجسماني، نوعيه الشغل، اكيد لقيتوا صعوبات في البدايه لما بدات اللعيبه دلوقتي تحفظ مراكز تقدر تشتغل في المساحه الكبيره دي. طبعا بالنسبه للمسابقه الموسم اللي فات كان عدد اللعيبه 8 وجون في التسع لعيبه بالملعب، فده طبعا لما بتنقلهم لملعب كبير 11 ب 11 نقله صعبه، نقله كبيره جدا. اولا توظيفهم في الملعب، تكتيك اللعب اللي بتشتغل بيه، كل ده بيتاثر بيه اللعيب، بيتاثر بيه في المرحله دي، فتبقى انت عايز تعمل توازن ما بين الناحيه الفنيه والناحيه شغل التكتيك بتاعك في الملعب. فطبعا ده بيتطلب ان انت توظف كويس في الملعب، تشتغل على اللعيبه بشكل مميز، جوده في التمرين، تشتغل شغل مهاري كويس، تشتغل الحاجات اللي هي تخدم التكتيك بتاعك، الباص والاستلام، الحاجات اللي هي فيها تكنيك عالي، عشان انا لما اجي اشتغل تكتيك اقدر احافظ على كورتي واستحوذ على الكوره والعب بشكل مميز يفيد كويس. فطبعا ده كمان بيتطلب ناحيه بدنيه اعلى، طبعا، لان طبعا فرق كبير جدا في مساحه الملعب، مساحه كبيره جدا، فمحتاجه تكون جسماني اكبر كمان. ايوه بالظبط كده، فطبعا ده كمان عايز شغل تاني وعايز مجهود تاني، بس طبعا زي ما الكابتن احمد قال، احنا عندنا وفره في اللعيبه، عندنا جوده في اللعيبه، عندنا لعيبه عندها قدرات مهاريه وبدنيه كويسه جدا، كان محتاجين بس يتوظفوا كويس، نشتغل عليهم ازاي نوفر لهم بيئه مناسبه ان هو يطلع احسن ما عنده. كابتن احمد، انت بتقول لي السنه دي يعني اول سنه مع الفريق في النادي الاهلي ومع فريق 2010 ما شاء الله محققين نجاح ملحوظ، يعني ثقه الكابتن بدرك وهو بيختاركم، والنهارده يعني ما شاء الله مقدين بشكل يعني مش هقول جيد، لا شكل فوق الممتاز، وواصلين فريق 2010 بيلعب كره حلوه، متصدر المسابقه، وما شاء الله عندكم مواهب كمان.
والله الكابتن بدر يعني بعيدا عن الشغل وبعيدا عن الكوره فهو يعني حد انا بعتبره في منزله والدي وانا يعني تعرفت عليه من فتره كبيره، فكان في ما بيننا اصلا نقاشات كتير في الكوره وفي التدريب، فبصراحه حد مدرسه الواحد يقدر ان هو يستفاد بيها بشكل كويس ويتعلم منها من خلال الشغل. فلما جينا اشتغلنا وجينا اتحطينا في المجال، وكان دي كانت اول مره كابتن. وانت بتتكلم دلوقتي بنعرض بعض الماتيريال وبعض الاهداف في الدوري للفريق 2010، اتفضل يا كابتن. فالكابتن بدر بصراحه مدرسه كبيره، فان انا اشتغل تحت يعني رايته او هو يديرنا بشكل كويس، فده بيدينا اريحيه وبنتعلم حاجات كتير من خلال الورك شوب طبعا، يعني اللي كان هيعملها الفتره اللي جايه اللي عطلته طبعا المرض اللي كان بيمر بيه. فده كل انا ده قلت له اول ما جه، قلت له يا كابتن بدر بص، قال لي انا هلف مصر كلها، قلت له خد الامور واحده واحده، لا تلاقيه راح المنصوره، طلع المنصوره على الشارع، قلت له طب ادي يومين ثلاثه اجازه بعد كده روح محافظه ثانيه فتره اختبارات، لا كان داخل يعني. لا هو ما شاء الله يعني ربنا يديله الصحه، هو اكتف وبيحب الشغل جدا، ما بيحبش حتى الاجازه، يعني حتى لما بنيجي ناخد اجازه يقول لك انا عدو الاجازه. فدي حاجه بصراحه انا بحبها فيه، يعني حتى انا اتعلمتها منه. احنا بنيجي التمرين بتاعنا بنيجي قبلها تقريبا بساعه او ساعه ونص على الاقل، بنيجي نقعد نتناقش بعد ما نخلص تمرين، نقعد نتكلم التطوير، الشغل، التدريبات الجديده، طب نعمل كذا، طب التدريبات الذهنيه ازاي بتخلق تطور سريع للعيب. فالحاجات دي كلها بصراحه انت بتتعلمها على مدار فتره العمل من خلال طبعا شغل الكابتن، ودايما اجتماعاته معانا الفنيه والحاجات اللي بيديها لنا بتقدر تطور وبتقدر تبقى ليها مردود كويس على اللعيبه يعني. تمام. فدي كانت حاجه كويسه بصراحه. كابتن صالح، لما بيبقى في نجاح اكيد في منظومه بتحب بعض، في ناس بتحترم بعض. كابتن بدر رجب لازم اقف عنده شويه، ان هو زي ما كابتن احمد بيقول متواجد دايما في كل الاحداث. بعد المباريات حتى لما بتكسبه ممكن نتيجه كبيره، ممكن يجي يقول ملاحظاته سلبيات على الولاد عشان تشتغلوا عليها خلال الفتره اللي بعد كده. طبعا بالتاكيد، لان طبعا هو كمدير فني ومتميز وعنده رؤيه مميزه جدا في اللعيبه، فيعني اي حاجه سلبيه بتحصل مش عاجباه، الريتم بطيء مثلا. أيوة. يقول لك لا اللي انت كسبت بس الريتم بطيء، انا عايز يبقى ريتم اسرع من كده شويه، يعني ما يبصش على النتيجه. لا 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 خالص، النتيجه هتيجي، النتيجه تيجي مع اداء كويس. دايما النتيجه بتيجي مع الاداء الكويس. بس انا لو انا بكسب ومادي وحش ومش طالع مبسوط من الماتش، اكيد كابتن بدر بيجي يعلق بيقول لك لا النهارده احنا ريتمنا بطيء، عايز اسرع من كده، لازم يكون في ريتم اسرع من ده كويس، على اساس ان احنا يعني ايه نشتغل ونطور شويه في الجزئيه دي. طبعا مش بس اختلاف اللعيبه، وفي عندنا لعيبه يعني تنوع عندنا كتير في اللعيبه، بنعمل روتيشن بين اللعيبه وبعضها عشان ندي عدد اكبر من اللعيبه يلعب، لان طبعا انت عارف زي ما انت عارف حضرتك ان عدد في البراعم دايما شايف الهدف ده. كابتن انت كابتن صالح وانت بتتكلم في البراعم، هدف من الاهداف الحلوه، ما تكبر لنا الصوره كده سمرة علشان نشوف الهدف الحلو ده، عندنا الهدف الثاني ده. طيب كبر لنا الهدف الحلو ده، انتوا تلعبوا في الملاعب اللي فوق ملعب كبير برضو ما شاء الله، النجيله حلو، ده من اللعيبه المميزه جدا عندنا. مالك لعيب كويس، لعيب هايل، هنا الرؤيه وفتح لنفسه المساحه، التسديد هنا اللي استلم ده صاوي. الاستلام باللف بالدوران، وما شاء الله تحس انه شغال برجليه الاثنين، يعني استلم باليمين ودخل ووسع لنفسه ووسع لنفسه. من الحاجات يا كابتن اسامه اللي احنا لما جينا ابتدينا شغل كان بصراحه الكابتن صالح مميز قوي في الجزء التكنيكال، وقدرنا نوزن ما بين الجزء التكنيكال والجزء التاكتكس وتحفيز المراكز والبوزيشن والتحولات والضغط. فكان كابتن صالح دايما بنبدا مركزين على الفوت وورك وحركه الرجلين وازاي تستلم برجلك العكسية وازاي تشتغل برجلك العكسية، فده كان بصراحة طور اللعيبة بشكل كبير قوي، حتى لما بتيجي تديهم جزء تاكتكس او تيجي تعرضوا لمواقف مختلفة، فده خلاص الولد اتعود على الحاجات دي، فبيبقى فكره موجود وذهنه حاضر للحاجات دي، فبيبدأ. عاجبني وانت بتتكلم العلاقة، وانت بتتكلم بتقول الكابتن صالح شغله وانا كان موزعين الشغل، هو احنا بقى في مدير فني يقول لك لا انا بشتغل، لا حلوه العلاقه، احنا موزعين الشغل بيننا. كابتن صالح يعني سبب رئيسي من النجاح اللي احنا وصلنا له، هو ليه دور كبير جدا. حاجه جميله العلاقه والكلام الحلو ده. شكرا. لا طبعا الكابتن احمد، يعني احنا في الاول يا كابتن اتفقنا على حاجه، الولاد دول محتاجين ايه؟ مرحله جديده
بدايه مرحله جديده من الثمان لعيبه او جون للنقله الكبيره دي، فمحتاجين ان احنا نطور فيهم حاجات كتير قوي كويس على مستوى التكنيك والمستوى التكتيك، الاثنين مع بعض مرتبطين ببعض. ما ينفعش حاجه على حساب حاجه كويس، لازم يبقى في بالانس بينهم. التوازن ده هو هيكون سبب نجاح مع التوظيف الكويس للعيبه، ان احنا نقدر نشتغل جماعي كويس معاهم، ده ادانا في النهايه نتيجه كويسه جدا جدا جدا. طبعا الصبر مطلوب جدا في المرحله دي، لعيبه كتير وحته الصبر ده عايز اقف عندها في السن الصغير ده. وانت بتعلم وبتكرر ممكن تلاقي ولد لسه واقف نظرا لتكوينه الجسماني الضعيف لسه بالزبط. عمليه البلوغ ممكن تلاقيه بعد سنه راح في حته تانية زي ما هو مهاريا بيبقى عالي عنده سرعه وعنده مهاره بس تكوينه البدني قصير جسمه ضعيف شويه، ده لازم اصبر عليه خاصه لو عنده المهاره عاليه ولو كمان عنده سرعه كويس، ده لازم اصبر عليه. ليه بقى اصبر عليه؟ لان ده بعد القوه، بعد ما ياخد قوه هيعمل فرق كبير جدا وهيبقى من احسن اللعيبه الموجوده في الفريق. بس محتاج وقت ومحتاج صبر. تمام، دي هتاخدني بقى نقطه تانية للكابتن احمد، فتره الاختبارات بقى وانتقاء اللاعبين، وانتوا كمدربين واقفين بتختاروا في الاختبارات، في واحد يقول لك المدرسه انا عايز اختار الجسم الكبير اللي يقدر يعافر ويقاوم ويكسبني بطوله، وفي مدرب يقول لك لا اللعيب ده رغم جسمه القليل لا ده لعيب كوره اخده واصبر عليه واستنى. والله هو احنا يمكن الفرقه الوحيده اللي في القطاع اكتر فرقه قعدنا في الاختبارات وصل الاختبارات طولنا قوي يمكن قعدنا لغايه ما وصلنا 40 لاعب ما شاء الله. ال 40 بدا يتصفوا واحده واحده هو كان بصراحه كان كل نظرتي في انتقاء اللعيبه او اللعيبه اللي هختارها هي اللي هتناسب الفلسفه اللي هنشتغل عليها. يعني برضو من كان من ضمن نجاح المنظومه او من نجاح الفرقه ان احنا دايما بنحب نلعب كوره وده اللي كان بيميزنا. يعني انا كنت دايما اقول لهم هو اللونج باص طبعا ليه توقيته وليه وقت، بس بتحب الكره القصيره. بس انا قلت بقول لهم انا ما بحبش اللونج باص، بحب اللونج باص ده يعني في اسوأ الحالات لو انت خلاص كلاعب مش قادر مش لاقي حلول زنقت. فكان دايما بدور على اللعيب اللي بيعرف يلعب كوره، دي كانت بصراحه كانت اهم حاجه. حتى الاجوان او الحراس المرمى لدرجه ان مثلا لما كانوا بيغلطوا بيجوا جوال ومثلا بيعمل باص غلط في العمق او مثلا بياخد قرار غلط، فكنت دايما نقول له معلش مش مشكله. بصراحه كابتن ابراهيم عبد العزيز ولما مشي برضو او موجود يعني هو كان موجود مشرف وموجود مدرب حراس للفريق لما جاب كابتن ايهاب بصراحه الاثنين قدروا يساعدوني بشكل كويس قوي وساعدونا في حته ان ازاي الحراس تقدر تلعب برجليها ونديهم الثقه وان هو يشتغل ويغلط مره واثنين لغايه ما وصلنا ان الحمد لله بفضل الله تقريبا من افضل الحراس اللي في القطاع اللي بتلعب برجليها ما شاء الله، سواء محمد عبيد او حمزه او كريم او ادم، الاربعه بصراحه يعني كان دايما بنركز على حته تلعب برجليك ازاي تبدا الهجمه، انت اللي هتوصلنا ازاي نوصل للتلت الاخير بقراراتك السليمه. تمام، عايزين نعرض جدول المسابقه مخرجنا سمير عكاشه واحنا بنتكلم كده. كابتن صالح ما شاء الله متصدرين لكن في صعوبات اكيد في المسابقه نفسها، ممكن يبقى في ملاعب طبعا النادي الاهلي زي ما احنا شفنا الملعب النادي الاهلي بيهتم بالبنيه التحتيه وافضل ملاعب، ممكن موضوع التزوير والتسنين والاجسام الكبيره تبان في المرحله السنه دي. قبل ما نروح نتكلم على الموضوع ده احنا بنستعرض دلوقتي جدول ترتيب دوري الجمهوريه لفريق 2010 والنادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصداره، لعب 14 مباراه فاز في 14، مفيش تعادل مفيش ولا هزيمه، له 66 هدف عليه هدفين. انتوا اقوى خط هجوم صح؟ صح ما شاء الله، واقوى خط دفاع. يعني في واحد ممكن يشتغل على النواحي الهجوميه ويغفل النواحي الدفاعيه، انتوا برضو النواحي الدفاعيه زي الهجوميه. والله احنا الحمد لله كان كل اي حاجه بتحصل اي تفصيله انا عامل يعني تقييم بعد كل مباراه فبشوف الاجابات والسلبيات ايه، الجون جه ازاي، الاجوان اللي احنا جبناها ازاي، بحيث ان احنا نشوف الاخطاء ونبقى نعدلها اول باول. يعني كابتن صالح بتتكلموا مع اللعيبه في الارقام اللي قدامكم دي؟ يعني تقول انا النهارده ما احنا جايب 66 هدف انا عايز ازود الاهداف، في مباراه تبقى كسبان 10 تقول انا عايز 11 و12 و13 وازود، وفي نواحي الدفاعيه دايما يبقى في كلام مع الخط الدفاعي والشغل التخصصي؟ طبعا بعد كل مباراه بنشوف احنا الايجابيات اللي كانت عندنا ايه بنتكلم فيها، طبعا في سلبيات هنتكلم عليها لان لازم اول باول نصحح اخطائنا. بالنسبه لعدد الاهداف الكتير ده طبعا اساس ان احنا اللعيبه اللي عندنا لعيبه راس الحرب عندنا مميزين جدا
الناس بتلعب برجلها كويس جدا، الناس بتلعب هيدرز كويس جدا، فخلق الفرص كتير. الشكل العام بصفه عامه عندكم تنوع في الاحراز الهدف، يعني مش المهاجمين بس، في ناس بتشوط من بره كويس، في شوط الملعب، في كرات عرضيه، في واحد ضد واحد وبيروح يجيب جون، حلول فرديه، ففي حاجات في شغل الكرات الثابته. طبعا لو في اخطاء بالنسبه للمدافعين ازاي نشتغل مع بعض، نلعب نقف على خط واحد، هنا تنوع الكرات العرضيه زي ما انت بتتكلم. المدافعين كمان بيلعبوا ازاي، بيلعبوا بشكل متوازن جدا، واقفين كويس جدا، تمركزهم واضح جدا في الملعب. كل ده بنتكلم فيه. بص هنا الروح هنا وبيزحلق وبيعمل بالعرض ورافع عينه، وهنا هدف من الاهداف الحلو. باك باص ياسين محسن باك رايت. التعامل في السن ده سهل ولا في صعوبه شويه؟ والله هو اصعب ما فيه ان انت ازاي تقنع الولد بالخطا. هو في السن ده ما حدش بيقتنع غير لما بيشوف بعينيه. ان انت تقنعهم، يعني مره جينا من ضمن المحاضرات بتاعه المباريات ما اتكلمتش خالص، جبت فيديو كويس اللي برشلونه وريال مدريد هم بيلعبوا وبرشلونه كسبان 4 في الدقيقه 60. قلت له بص الكره سهله ازاي، انت بايدك ان انت تخليها سهله وبايدك تخليها صعبه. انت المتحكم الوحيد في ان انت تستمتع او تطلع متضايق ومش طايق نفسك. فكل مره كان يعني بصراحه بمساعده الجهاز بحاول الاقي حاجه مختلفه ازاي تقنع الولاد بيها. الولد في السن الصغير عشان يقتنع بالخطا بتاعه فمحتاج وقت كتير، ومحتاج ان هو يتمرن عليه مره واثنين وثلاثه واربعه. احنا عشان مثلا الكرات الثابته دي ان ازاي تطلع وما تغمضش عينيك، قعدنا فيها مثلا لا يقل عن شهرين، يقعد يتعلم ومواقف مختلفه وحاجات سهله. كان الكابتن صالح يقعد يوقف اللعيبه. الثقه يا كابتن، الثقه كمان للولد او للاعب اللي في السن ده مهمه جدا. ان انت تحفزه وتدعمه تديله ثقه. بشوف مدربين كابتن صالح لا يقف على الخط وينتقد ويزعل اللعيب خالص، ما بيعملش كده خالص. مهم. بالعكس لو غلط بنشجعه كويس، لازم نديله دايما نحفزه ندعمه. لما بيغلط لا ما ينفعش ان انت تقول له لا عيب ومش عارف ايه وتزعق فيه ومش عارف ايه وصوتك يعلى عليه، لا. لازم في المرحله ده لازم يكون عنده ثقه في نفسه. اللعيب اللي عنده ثقه بيطلع احسن ما عنده. على العكس تماما لما كل شويه واحد يزعل اللعب، انا لو بزعق له مش هيدي حاجه، ممكن تلاقي واحد بيقلق خلاص مش قادر يطلع اللي عنده، مش هيطلع اللي عنده، هيفقد الثقه في نفسه. تنوع في الاهداف زي ما انتم بتقولوا، في تسديد، في هنا كرات عرضيه، كرات ثابته، يعني ما شاء الله في تنوع كبير. هو دايما كنا في الفينيشنج بنختار حلول كتير، يعني مثلا في تدريبه ثابته في الاسبوع دي فيها شوتينج، باس شوت، يعني ما فيهاش فلسفه. في حاجات تانية بتبقى مثلا جمله بتبقى فيها روتيشن في الخط الامامي، الوينج رايت بيخش مكان الديفندر بيروح فيرود، الفيرود بيروح وينج رايت، فده بيخلي فيه تنوع. فالولد طول ما انت مديله ثقه ومديله اريحيه، هي الحاجه الوحيده اللي احنا كنا بنزعق لو هو تجاوز الاخلاق بس ان انت بتقيمه وبتقوم سلوكه وبتعدل سلوكه، ان هو يطلع فنيه مدي حريه اريحيه. لازم يرتاح وهو بيلعب يا كابتن، لازم اللعيب في الملعب يكون مرتاح. اولا هو نازل يلعب عايز نقول له استمتع. انت بتلعب ماتش وبتلعب دوريات والثلاثه بونت مهمين والمكسب مهم، بس انا كمان لازم كلاعب كره استمتع كويس. ده شرط، انت لازم تستمتع بلعبك، انت راجل جاي تلعب كوره بس مش عشان توصل لفين، انت هدفك ان انت تكمل وتروح للفريق الاول و و و بس وانا بلعب لازم اكون مستمتع انا كمان. عايز اروح للصعوبات بقى، اكيد المسابقه فيها صعوبات زي ما احنا شايفين، زي ما بقول لكم النادي الاهلي يعني بنيه تحتيه وملاعب وغرف تغيير ملابس والدنيا زي وادوات ولبس وكل حاجه حلو. الصعوبات اللي بتواجهوها في المسابقه، اكيد ما بتلعبوش كل مباريات على ملعبنا، لا فنتنص في مباريات تطلع بره، الملاعب اخبارها ايه اللي بتلعبوا عليها؟ في ملاعب كويسه، في ملاعب وحشه. ولا حرج. عايز اقول لحضرتك في ملعب لعبنا عليه في جون غير الجون، يعني مرمى يعني مرمى سباعي ومرمى 11 يعني كمان في ميل. دي حاجه. الحاجه الثانيه الارضيه طبعا كانت نجيل طبيعي، كانت سيئه جدا، بس حاطين طوبتين. والله انا في ماتش لعبناه يعني اول مره في حياتي انا ابتديت تدريب مثلا من 10 سنين، اول مره اقول للعيبه تلعب لونج باص.
اللعيبه مش عارفه تعمل باس، مفيش مجال، الارضيه صعبه جدا، فكنا لقينا عبال ما بنوصل فيكون الفرقه كلها اتكتلت فبتحط في 18، فاضطريت ان انا اعمل كده. وده مش اسلوبنا، مش اسلوبنا خالص، ولا اسلوب النادي، ولا حتى اسلوب التعليم حتى في السن ده. فهي اغلبيه المشاكل بتبقى في الملاعب، في امكانيات. حتى مثلا في رحنا ملعب مفيش اوضه، يا دوب قلنا المحاضره واحنا واقفين في الملعب كده. لو بالاضافه كابتن الصعوبات الثانيه اللي بتقابلك، تزوير وتسليم، اقسام كبيره جدا، اعمار كبيره، ده عايز لها حلقه لوحدها. حاجه طبعا صعبه جدا، مفيش ولد انت بتلعب هتلعب معاه ازاي، فرق القوه واضح جدا. فده من الصعوبات الكبيره اللي بتقابلنا في المسابقه. كمان في حاجه ثانيه برضو انا شايفها ان حاجه سيئه جدا، ان فرق المستوى، انت بتلعب مع مستوى احيانا قليل جدا، ضعيف، وانت النادي الاهلي السنه الجايه مو هتلعبوا جمهوريه، النادي الاهلي، فانت بتروح تلعب سوري يعني مع مستوى قليل جدا، ضعيف جدا. انا ما استفدتش حاجه، انا كنادي الاهلي في اليوم ده انا ما استفدتش حاجه، التمرين احسن منه. لو عملنا تقسيمه ما بين بعض، ده من احد الحاجات المشاكل اللي يعني موجوده في المسابقه. يعني بتفكروا ان من 14 سنه اول سن اللعيبه تلعب ملعب كبير لازم يكون زي دوري الجمهوريه؟ هو ممكن لاعب زمالك واسماعيلي، لا مستويات يا كابتن، هي ممكن يعني مستويات لازم انت يعني مش مجموعات، انت بتحط مجموعه قويه بالفرق المشاركه، بدل ما احط كل اقوى فرقتين على راس مجموعه، لا اجمع الفرق القويه في مجموعه واحده. عايز منافسين اقوياء معايا او انا معاهم، لازم يبقى منافسين اقوياء. ليه؟ عشان اطلع انا امكانيات لعيبتي. انا بقعد اشتغل مع فرق، معظم الفرق معظمها يعني شويه مستوى متدني، في 4-5 فرق كويسين طبعا في المسابقه، بس الباقي مش على مستوى. ده ما بيخدمناش احنا، ما بيخدمش النادي الاهلي. احنا محتاجين منافسين، الجدول يبقى قوي عشان يبقى المنافسه قويه. نتكلم فيها منطقه القاهره، وهي يعني من المناطق اللي يعني اللي بتسمع كويس وبتنفذ صراحه، وبتشوف الصالح العام، فايده ليها اكبر بصراحه. هو ممكن يكون ليهم وجهه نظر ان يقول لك ده لسه اول سنه 11، فمش عايزين نحطه تحت ضغط كبير، فيبدا واحده واحده يتعود على الملعب 11، بعد كده في التصفيه. بس اهم حاجه الدوري يكمل تمام، عشان نقدر ان احنا نستفاد المجهود اللي حصل دوت، والتطور اللي حصل في اللعيبه ده لازم يترجم تحت منافسه قويه، ومنافسه تكون فيها نوع من انواع العداله. ما يبقاش في لعيب مثلا انت عارف ان هو مسنن او مزور وبيلعب عادي، مجرد ان هو مثلا ورقه سليم، ما هي في حاجات مقومات تشريح الجسم، الحاجات الخاصه بالتكتل بتاع العضله والكلام ده كله، ده بيأثر، بيبقى واضح وبيبقى طبعا. واضح يعني مش محتاج ورق. فهي دي النقطه الاهم اللي تخلق منافسه شريفه، منافسه تبقى بطريقه عادله يعني. تمام. عايز اكلمك يا كابتن صالح، في النادي الاهلي وانتم شغالين ما شاء الله الشكل العام حاجه حلوه، زي المدربين، زي كله زي بعضه، اللعيبه، اوضه اجتماعات، مدير فني الكابتن بدر رجب، بنيه تحتيه، ملاعب، ادوات طبعا، كل حاجه، اجهزه فنيه ما شاء الله، بنقول اجهزه الفنيه، بنقول ما شاء الله مدير فني، مدرب عام، بنقول مدرب حراس مرمى، اجهزه اداريه، اخصائي علاج طبيعي، النادي الاهلي موفر كل حاجه طبعا. ما انت مع حضرتك لما تشتغل في بيئه فيها كل حاجه جاهزه، الشغل يبقى سهل، كل حاجه متوفره بالنسبه لك، ادوات، الملاعب، ده غير الاجهزه الفنيه كامله، ده كله ده بيسهل الشغل. انت تقدر تشتغل، تقدر تعمل انتاج كويس. فده طبعا في النادي الاهلي موفره طبعا، كل عندنا ملاعب كتير، وعندنا يعني كواليتي كتير في اللعيبه كمان، ده برضو حاجه كويسه. الناس كلها بتوعده ان شاء الله ان بيبان من دلوقتي اللعيبه، بيبان يعني، بتقولوا ان شاء الله في لعيبه ممكن تبقى مبشره الدرجه الاولى حتى في السن الصغير 14 سنه. في السن ده اقدر اقول في مثلا 2 أو 3 لعيبه يروحوا على الدرجه الاولى، اقدر اقول كده في المستقبل ان شاء الله. انا وجهه نظر انا يبان من الوقت، يبان يا كابتن احمد، يبان طبعا من عقليه الولد، بيبان حتى الشخصية من مستوى التطور بتاعه وشخصيته، كل ده بيأهله ان انت تقدر تقول عليه لعيب نوال الفريق الاول بالظبط كده. فلا بيبان من دلوقتي، ومن خلال كمان التدريبات وتعرضه لمواقف مختلفه، فبيكتسب خبرات جديده، فده اللي تقدر تقول بيتصرف صح، لا بيتصرف غلط، لا فعلا شخصيه تليق بالنادي الاهلي وتليق بالفريق الاول. انت قلت لي بتفرجتهم على مباراه البرشلونه، برشلونه كانت برشلونه ومين؟ ريال مدريد. ريال مدريد 5 اكيد بتجيب لهم 5-0 اكيد بتجيب لهم مباريات للنادي الاهلي الفريق الاول ممكن طبعا. في كاس العالم انديه ترجع تاني يوم للعيبه بعد ما المباراه خلصت تقول لهم امبارح اللعيبه اجادت في كذا وكذا وكذا، وكان في خطا في كذا وكذا وكذا، في كان كاس العالم الانديه
كنت برضو وريتهم على موقف في البيلد اب لما كان بتجيب لهم المواقف طبعا وبقطعها لهم حتى الماتشات بتاعتهم برضو بقطعها لهم ببدا افرجهم ان ده انت عشان توصل للمرحله دي فمحتاج تعمل كده محتاج ان انت تكون عندك ثقه والثقه دي مش هتيجي من فراغ مش هتيجي يعني بسهوله محتاج ان انت تتعرض لمواقف كتير قوي زي اللي الفريق الاول بيتعرض لها الضغط انك تلبس تيشيرت النادي ان احنا في اول السيزون كنت دايما ضاغط عليهم مثلا بالنرفزه بالصوت العالي كنت دايما اجمعهم اقول لهم اللي بيلبس تيشيرت النادي لازم يتحمل الضغوط مش اي حد يجي يلبس تيشيرت النادي الاهلي فانت عشان تقدر تاخد قرار تحت الضغط هو ده اساس لعبه الكوره فكان ده كل ده بيبقى عن طريق مواقف فيديو بيشوف اللعيبه بتتصرف ازاي فانت بتخلق له نوع من انواع الاهداف بيتصورها قدامه عشان يقدر يوصلها في يوم من الايام يعني التطور مش تمرين بس التطور برضو جزء منه المحاضرات النظري 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 طبعا لازم واللعيب ممكن يشوف نفسه كمان يشوف في اخطائه ويشوف لعيبه الفريق هدفه ايه طموحه ايه في الحياه طموحه ايه كلاعب كوره يوصل لفين ده مهم جدا ويتعلم من التجارب السابقه يعني اللعيبه طبعا لازم دايما يبقى اللعيب اللي عنده شخصيه بيبقى عنده هدف واضح بيبقى باين عليه انه ده عايز يبقى لعيب كوره فده ده بتحط انت يعني ايه تقول ده هيطلع منه حاجه في الكوره هيكمل ليه لانه عارف بيعمل ايه فطبعا ده مهم جدا فلا اللعيبه اللي في اللعيبه اللي عندها شخصيه اللعيبه اللي كمان اللي عندها توازن اللعيبه اللي بتسمع اللعيبه اللي تبقى عندها التزام وعندها انضباط في الملعب وبتنفذ من غير ما يعني في لعيبه طبعا انت بتشوف لعيب صغير عنده 13 سنه عايز يطلع كل حاجه عايز يوري امكانياته للناس عايز اسيبه اديله فرصه يشتغل ما هو بيتحسن بيتطور ما قتلش فيه الجزء بتاع اللي هو اللي لنا ايه ان انا شغاله انا بفكري العب اول ما يستلم العب باص لا, يعني. لا خليه يشتغل اديله فرصه اديله الاريحيه انه يشتغل ويطور نفسه تمام فرصه وانتم موجودين معايا واحنا عندنا مباراه يوم الخميس القادم مصر امام منتخب غانا وكان في تعادل الاول الناس كانت زعلانه شويه امام موزمبيق شايف المباراه اللي جايه ازاي وابرز الاخطاء اللي فيتوريا لازم يخلي باله منها في المباراه اللي جايه هي رقم واحد يعني انت اكتر حد عارف الفرقه بتاعتك مفيش حد فينا هيقعد يعلق زي ما حضرتك شايف وعارف امكانيات كل لاعب مين وما تلعبش مين اهم شيء تختار النوعيه المناسبه اللي انت هتشوفها هتحقق اهدافك يعني اللي احنا شفناه في الماتش اللي فات لا شفنا انا اسف شكل ولا فلسفه ولا اي حاجه تحس ان مثلا اللعيبه مش عارفه يعني في لعيبه مش عارفه اصلا تتحرك ازاي فده معرفش هل ده يعني ممكن يكون في مشكله في التدريب او في حاجه معينه انت كنت عايز تعملها او هي ما حصلتش فاكتر حد هيقدر يقيس الحاجات اللي محتاجها هو الكوتش انا ما اقدرش اقول هو هيعمل ايه بس اهم شيء ان انت لازم تبقى بتعالج اخطاء الماتش السابق بشكل سريع جدا عشان تقدر ان انت تلاقي لها حلول وعشان تقدر ان انت تجاريها بسرعه وما نعيش على ذكريات الماضي انت عندك برضو لسه فرصتين ان انت ممكن تكسب الماتشين دول فخلاص هتتأهل اول كمان فهي دي النقطه فان انت اهم شيء تختار نوعيه اللعيب المناسب في الماتش اللي جاي ممكن نكسب غانا يا كابتن صالح ممكن جدا طبعا ان شاء الله نكسب باذن الله بس بشرط انا متفق مع الكابتن احمد انه لازم يدور على اللعيب المناسب في الماتش ده انا كمان عايز اقول انه لازم يلعب 4-3-3 ومروان طريقه اللعب ومروان عطيه يبقى هو 6 نني مثلا على يمينه امام على الشمال بس يبقى مروان متواجد في وسط بس اللعب. مروان هو اللي يبقى 6 محمد صلاح وينج يلعب وينج هو دخله في عمق الملعب يرجع وينج يلعب 4-3-3 الطبيعي في ليفربول واللي بينتج منه وحتى لما كان بيلعب في ليفربول كان بيلعب فيرو يرجع للعب القديم طريقه اللعب القديم 4-3-3 صلاح وينج مروان 6 ان شاء الله نكسب شرفتنا ونورتنا يا كابتن ده فرصه سعيده جدا قعدنا يعني شفناك واستضفتنا يا كابتن وشكرا جدا على قصه البرنامج طبعا شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد شرفت بحضرتك يا كابتن اسامه وان شاء الله نتقابل المرات اللي جايه باذن الله اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المباريات الجايه وان شاء الله تحسموا لنا بطوله المنطقه 2010 باذن الله ومتصدرين لنهايه المسابقه ان شاء الله شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيوفي الكابتن احمد عطيه والكابتن صالح المغازي وزي ما قلت لحضراتكم عندنا لعيبه مميزه وايضا عندنا في فريق 2010 لعيبه مميزه تسمعوا عنها ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله شوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال.